وإلى الشأن الدولي والعربي، فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدا أنها مثلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بإفكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وقال ترامب في لقاء صحفي إن أولى الاجتماعات التي عقدها بعيد وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017 كانت مع القادة العسكريين في البنتاغون بشأن إيران، وقد عرض عليه الجنرالات خريطة الشرق الأوسط، وكانت فيها 14 إلى 15 موقعا لم يكن فيها سوى الحرب والمشكلات، مبينا أن كل واحد منها مرتبط بجيش إيران وأناس تدفع لهم إيران حسب تعبيره.